بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، بالعودة إلى شروط الكمبارزن تيست، لأن هاي مهمة جدا. تشوفون هالمكتوبة عندكم، عندنا شرطين أساسية. الشرط الأول، شرط رقم واحد، يقول إذا كان أي أن أصغر من بي أن، إذا وإذا كان الأي أن سميشن بي أن كونفيرس، بهاي الحالة الأي أن كونفيرس تبعا للأول، وإذا كان الأي أن أكبر ويساوي لبي أن، وإذا كان معاها يعني زائد البي أن دايفيرج، راح يصير الأي أن دايفيرج تبعا لهذا. زين، هنا السؤال اللي دائما يسألونه بالمحاضرة الطلاب، إذا اختل أحد الشرطين، يعني صحيح أي أن أصغر ويساوي لبي أن، بس بي أن دايفيرج بهاي الحالة شلون؟ أو إذا كان صحيح أي أن أكبر ويساوي لبي أن، بس البي أن طلع كونفيرج وليس دايفيرج، إيش راح يصير بهاي الحالة؟ بهاي الحالة بعد طريقة الكمبارزن تيست مترهم، لازم نروح إلى الليمت كمبارزن تيست، اللي هو تكملة لهذا الموضوع. ليمت كمبارزن تيست بكل بساطة يقول ناخذ غاية الأي أن على بي أن. الأي أن الأصل اللي عندي أقسمه على البي أن، راح يصير عندي ثلاث نتائج محتملة. الناتج الأول هو عدد موجب أكبر من صفر. بهاي الحالة يقول الدالتين أي أن وبي أن، أي أن وبي أن both converse or both diverse، يعني يا أما اثنينهم متباعدة يا أما اثنينهم متقاربة. هاي إذا طلع الناتج للغاية هو أكبر من صفر. زين، إذا طلع الناتج للغاية لغاية الأي أن على بي أن يساوي صفر، هنا لازم نحتاج شرط ثاني. يقول وإذا كان البي أن كونفيرز، إذن الأي أن يصير كونفيرز معه. الشرط الثالث، إذا كانت الغاية تساوي إنفينيتي، غاية الأي أن على بي أن تساوي إنفينيتي، والبي أن دايفيرز، الأي أن دايفيرز مباشرة. زين، هسا نجي شو وقت نستخدم ليمت كومبارزن تيست. قلنا إذا اختل أحد الشروط أو الدالة أني ما أعرف أحلها بالكمبارزن تيست، ممكن أستخدم ليمت كمبارزن تيست. نروح إلى أمثلة، وليكن هذا المثال رقم واحد. سميشن تيست ذا كونفيرجنت سيريز لأربعة متسلسلات، الأولى هي واحد على أن تكعيب ناقص ثلاثة. تذكر أنه بالسؤال الماضي، أول سؤال بالكمبارزن تيست كان واحد على أن تكعيب زائد ثلاثة. زين، نيجي إلى هذا السؤال، خلنا نعتبره سؤال جديد. طبعا أنت حضرتك ذكي، راح تستخدم هذا، شو تقول؟ هذا البي أن، والبقية هو شنو؟ الأي أن. فالأي أن شو يساوي لي؟ طبعا هذا هو سميشن أن يساوي لي واحد إلى إنفينيتي أي أن، مو تنسى الأي أن قلنا واحد على أن تكعيب ناقص شقد؟ ناقص ثلاثة. والبي أن شو يساوي لي؟ واحد على أن تكعيب. من ملاحظة أنه المقام للأي أن هو أصغر، فلذلك هنا الشرط الأول هو أي أن صار أكبر ويساوي لي لمنه؟ للبي أن. أروح أختبر البي أن، سميشن أن يساوي لي واحد إلى إنفينيتي، بي أن يساوي سميشن أن يساوي لي واحد إلى إنفينيتي، واحد على أن تكعيب. بكل بساطة هاي حليناها بالسؤال راح، اللي هو بي سيريز والبي البي يساوي لثلاثة أكبر من واحد، إذن كونفيرز. لاحظ عزيزي الطالب هنا اختل الشرط، هنا صح صار اف اي اف يعني مو اي ان أصغر ويساوي لبي ان، صار اف اي ان أكبر ويساوي لبي ان، ولكن سميشن بي ان مساوت دايفيرس حتى يصير السميشن اي ان دايفيرس، صارت سميشن بي ان صارت كونفيرز. اذا هنا اختل الشرط عندي، اللي هو الشرط الثاني. لازم شو اسوي؟ لازم اروح اخذ الغايه. لا تنسى الاي ان واحد على ان تكعيب ناقص ثلاثة، والبي ان هو شنو؟ واحد على ان تكعيب. الغايه هي لم ان تقترب من انفينيتي اي ان على شنو؟ على بي ان، ويساوي لم ان تقترب من الانفينيتي. الاي ان خليه بمكانه اللي هو واحد على ان تكعيب ناقص شقد؟ ناقص ثلاثة. والبي ان حتى تقسم عليه اضرب في مقلوبه،
يعني راح يصير أن تكعيب على واحد، فصارت الغاية هي لم أن تقترب من إنفينيتي أن تكعيب على أن تكعيب ناقص ثلاثة. نقسم على معامل أس الكبير، صار عندي لم أن تقترب من الإنفينيتي واحد على واحد ناقص ثلاثة على أن تكعيب. لو عوضنا الأن إنفينيتي ثلاثة على إنفينيتي يساوي صفر، فيصير واحد على واحد ناقص صفر ويساوي لي واحد. بما أنه طلع عندي عدد موجب أكبر من صفر، لا تنسى طبقت الشرط الأول both converge or both diverse. إذا summation الأي أن هي converge، ليش؟ باعتبار أنه البي أن summation بي أن هي converge أيضا. شبابنا نجي إلى السؤال الثاني، سميشن أن يساوي الواحد إلى إنفينيتي واحد على اثنين أس أن ناقص واحد. لاحظ أنه هذا هو يساوي لسميشن أن يساوي الواحد إلى إنفينيتي لمنه؟ لأي أن. يعني بكل بساطة الأي أن هي شنو؟ الأي أن هي واحد على اثنين أس أن ناقص واحد. زين حضرتك إيش راح تأخذ بي أن؟ راح تقول نقتطع هذا الجزء، فيصير أدي البي أن، البي أن شو يساوي لي؟ يساوي الواحد على اثنين أس أن. الآن لاحظ نفس الملاحظة للسؤال راح إنه مقام الأي أن هو أصغر من مقام البي أن، لأن بحال الطرح فصار عندي هنا أي أن أكبر ويساوي لمنه؟ البي أن. زين نروح نختبر سميشن أن يساوي لواحد إلى إنفينيتي لبي أن، ويساوي سميشن أن يساوي لواحد إلى إنفينيتي لواحد على اثنين أس أن. تذكر هاي الدالة هي منو؟ واحد على اثنين أس أن، طبعا واحد على اثنين أس واحد زائد واحد على اثنين أس اثنين زائد واحد على اثنين أس ثلاثة، وهي الجيومتريك سيريز اللي هو النصف زائد ربع زائد واحد على ثمانية إلى آخره. شون عرفناها جيومتريك سيريز؟ طبعا أول حد بها هو منو؟ هو أي، والآر شي يساوي اللي هو قسمة كل حدين متتاليين، يعني ربع على نصف وهو نفسه ثمن على ربع ويساوي لشقد؟ نصف. وبما أنه صار الآر يساوي لي نصف يعني أصغر من واحد، إذن السيريز فيها هي كونفيرتس. لاحظ الآن اختل الشرط. ليش؟ لأن صارت عندي سميشن بي أن من أن تقترب من إنفينيتي هي كونفيرز، ولكن عندي الأي أن هو أكبر ويساوي لي بي أن. بما أنه صارت بهذا الشكل، إذا نحتاج منه الليمت كومبارزن تيست. الليمت كومبارزن تيست شون هذا نجري؟ طبعا لازم شو نسوي؟ راح ناخذ الغاية للأي أن على بي أن ويساوي لم أن تقترب من إنفينيتي واحد على اثنين أس أن ناقص واحد، أضربها في مقلوبها يصير اثنين أن على واحد ويساوي لي غاية اثنين أس أن على اثنين أس أن ناقص واحد من أن تقترب من إنفينيتي، ويساوي لي أيضا بهوبيتال أو معامل الأس الأكبر واحد على واحد ناقص اثنين على أن، طبعا غاية من لم أن تقترب من إنفينيتي، ولو عوضنا الآن هي إنفينيتي لصار هذا الحد صفر، فصار واحد على واحد ناقص صفر ويساوي لواحد. بما أنه صار الناتج واحد، إذن الشرط الأول هو both converge or شنو؟ or both diverge، يعني both converge لأن summation bn هي عندي converge. إذن صار summation an اللي هو summation n يساوي لواحد على إنفينيتي واحد على اثنين أس n ناقص واحد كونفيرز حسب الليميت كومباريزن تيست. نرجع شبابنا الغالي بالنسبة لهذا السؤال الثالث، سميشن أن يساوي الواحد على انفينيتي 2 أن زائد واحد على أن سكوير زائد 2 أن زائد واحد. لاحظ أول سؤال صار عندي بالمقام أكثر من حد وبالبسط أكثر من حد، لا تدوخ نفسك، أخذ أول حدين هو هذا البي أن والباقي هو شنو؟ أي أن. بس هنا أنا خلي أستخدم الليمت كومبارزن تيست مباشرة، لذلك الأي أن، لأن هنا أنا ما أعرف من الأكبر والأصغر، الأي أن هو 2 أن زائد 1 على الأن سكوير زائد 2 أن زائد 1، والبي أن، البي أن إيش راح يصير؟
راح يصير 2 ان على شنو؟ على ان سكوير، نقدر نقول هو 2 على ان. فاخذ الغايه لم ان تقترب من انفينيتي اي ان على بي ان، ايش راح يصير؟ لم ان تقترب من انفينيتي، مثل ما قلت لك الاي ان بقي نفسه 2 ان زائد 1 على ان سكوير زائد 2 ان زائد 1، وحتى تقسم على بي ان يعني تضرب في مقلوبها، يعني تضرب في 2 في ان على ايش قد؟ على ان على 2. فايش صار عندي هنا؟ صار عندي لم ان تقترب من انفينيتي 2 ان سكوير زائد 1 على 2 ان سكوير زائد 4 ان زائد 2. طبعا هاي ناخذ معامل اكبر اس، فصارت عندي صارت عندي 1 زائد 1 على نقسم عليه 1 على سوري 2 زائد 2 زائد 1 على ان سكوير على 2 زائد 4 ان على ان سكوير زائد 2 على ان سكوير. عوض وين ما تلقي ان سكوير هي انفينيتي، فراح يصير عندي 2 زائد 1 على انفينيتي على 2 زائد 4 على انفينيتي زائد 2 على انفينيتي. ومثل ما قلت لكم سابقا انه انت اذا شوف درجة البسط هي نفس درجة المقام، فمعامل اكبر اس بالبسط على معامل اكبر اس بالمقام ويساوي 2 على 2 ويساوي ايش قد؟ 1. فبما انه صار عندي 1 ايش صار عندي؟ صار عندي الشرط الاول لانه اكبر من 0، صار عندي both converges or both diverges. لاحظ هسه نرجع الى البي ان، البي ان كانت عندي هي 2 على ان، فسميشن summation n يساوي لواحد الى انفينيتي بي ان يساوي summation n يساوي لواحد الى انفينيتي 2 على n. هاي شلون يتم اختبارها؟ هاي طبعا هي واضحه انه بي سيريز والبي ايش قد يساوي لي؟ 1. وبما انه صار يساوي لواحد اذا هي شنو؟ اذا هي دايفيرجز. وبما انه صارت summation بي ان دايفيرج، واحنا قلنا الشرط يقول both converges or both diverges، صار summation an صار diverges also، يعني summation نقدر نكتبها هسه من جديد 2n زائد 1 على n سكوير زائد 2n زائد 1 من n يساوي 1 الى انفينيتي هي diverges. وحسب الليمت comparison test استخدمناه مباشرة. الآن نروح إلى السؤال الرابع. summation n يساوي لواحد إلى infinity n تكعيب على n أس نصف زائد 3. طبعا هسه تعلمت شلون تقتطع جزء من القسمة أو حاصل البسط والمقام، يعني نقدر نقول الـ an هي n تكعيب على n أس نصف زائد 3، والبي ان مباشرة هي شنو؟ هي ان تكعيب على ان اس نصف. طبعا ان تكعيب على ان اس نصف ايش صارت؟ نختصر النصف ويا صارت ان اس ايش قد؟ اس 2.5. البي ان واحد يقول انا هاي ما اعرف اختبرها الان اس 2.5، نقول له سهلة، نقدر نقول هي ان اس ناقص 2.5 وين؟ بالمقام. الان لو تجي تختبر من الاكبر الاي ان لو البي ان، تلاحظ انه الاي ان هو اصغر من الاصغر ويساوي لي بي ان، لان مقام الاي ان هو اكبر من مقام البي ان. زين نروح نسوي تيست المن سميشن ان يساوي الواحد الى انفينيتي للبي ان ويساوي سميشن ان يساوي الواحد الى انفينيتي 1 على ان اس ناقص 2.5. انتبه هاي بي سيريز with b يساوي لي ناقص 2.5، يعني أصغر من 1، إذن هي شنو؟ diverges. صار إش عندي؟ صار عندي الشرط الأول إنه أي أن أصغر ويساوي لي بي أن، بس الثاني summation بي أن إش صار؟ صار عندي diverges. فما أقدر أقول هسا يعني لو صاير converges أقدر بالcomparison test أي أن يصير converges also. فاختل الشرط. بما انه اختل الشرط ايش نحتاج؟ نحتاج الى اجراء limit comparison test. شلون اجري limit comparison test؟ اقول الغايه للاي ان على بي ان
من أن تقترب من الإنفينيتي، شو تساوي لي؟ الغاية لم أن تقترب من الإنفينيتي. الأي أن يبقى ثابت اللي هو أن تكعيب، أن تكعيب على أن أس نصف زائد شقد؟ زائد 3. والبي أن نعكسه، إيش صار عندي؟ صار عندي أن أس نصف، أن أس نصف على شقد؟ على أن تكعيب. لذلك إيش صار؟ صار لم أن تقترب من إنفينيتي لأن أس 3.5 على أن أس 3.5 زائد شقد؟ زائد 3، ويساوي لهم أن تقترب من إنفينيتي لواحد على واحد زائد 3 على أن أس 3.5. الآن لو نعوض الإنفينيتي صار عندي، صار عندي واحد على واحد زائد 3 على إنفينيتي، لثلاثة على إنفينيتي شقد يساوي لي؟ يساوي صفر. بما أنه صار عندي واحد، صار عندي both converge or both diverge، يعني يا شرط، الشرط رقم واحد. وبما أنه summation البن هي diverge، إذن صار summation an صار diverge تبعا لها. لذلك summation an يساوي الواحد إلى infinity أن تكعيب على أن أس نصف زائد 3 هي diverge باستخدام الليميت كومباريزن تيست. شكرا لكم.